قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن ثمار الذكر العظيمة وفوائده الجليلة أنه طمأنينة للقلوب وراحة للنفوس وهدوء للبال وانشراح للصدر وراحة للخاطر وزوال لقلق القلب واضطرابه. فذكر الله عز وجل هو الفرج في الشدة واليسر في العسر، وهو الطمأنينة وزوال الكروب. فما ذكر اسمه تبارك وتعالى وما ذكر جل وعلا على شدة إلا زالت، ولا على كرب إلا فرج، ولا على عسير إلا تيسر.